ضيفي دلوقتي في بيت العيلة هيفرح ناس كتير قوي، عدد لا بأس، مش لا بأس، عدد جامد جدا، عدد هايل. الضيف ده اختار طريق ابتداه من الإسماعيلية، ومن الإسماعيلية راح القاهرة، ومن الآخر كده كابتن عبد الله السعيد معايا النهارده، بحييه وبقول له مشرفنا في بيت العيله. عايز يخش ويحط ويخلص عبد الله السعيد، وهوبو يا عيني عليك، يا عيني عليك يا جميل، يا عيني عليك يا جميل المحيا. حلوه 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 عبد الله السعيد. الله الله، هدف صادم من عالم الاحلام، يجيد التنفيذ عبد الله السعيد، والجول. وارحم بقلبك، وهوبا يا عيني عليك، يخرب عقلك يا راجل، ده انت اعصابك ميته يا ابني، ده انت واخد حقنه بنج ولا مورفين. حلوه 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 عبد الله السعيد، بعد ما حط حقنه في العضله اليمين بصاله الحقنه في العضله الشمال. بالرغم من انه الملعب مهما كان كبير فهو صغير، لكن هو طريق صعب جدا، ومش بيأثر عليه هو لوحده ولا النادي، ده بيأثر علينا كلنا. ازاي هو بقى ابتدى في الاسماعيلي وبعدين وصل؟ ايه رايك عمر؟ انا معايا كمان عمر وادم. ازيك يا ادم؟ ازيك يا حبيبي؟ انت عارف انا اسمي ماما نجوى، وانا اعرف ان انت اسمك ادم. تحب الكره قوي؟ يعني بتلعب كره حريف؟ تجيب اكوان؟ تجيب اكوان؟ طب ما تيجي جنبي، تعال، ما تخافش. والله انت جاي، تعال يا حبيبي. راح يا ادم، شوف اتكلم، اسمع كلام عمر. خلاص عمر اللي هيجي، تعال يا عمر اجري. مين الاول؟ اهلا يا عمر، تعال يا حبيبي. عمر انت بتحب الكرة؟ بتحب الكرة عشان بتحب بابي طبعا، بتحبه قوي، بتتفرج عليه وتسقف لما بيجيب جون. مفيش بنات؟ لا. يعني في ادم، في ادم، في عمر كبير، وادم، وفي علي لسه 6 شهور. وايه؟ علي. علي 6 شهور. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. كابتن عبد الله السعيد قليل قوي لما بنشوفه في برنامج، واقل لما نسمعه. احنا بنشوفه وهو بيجري وبيحرز الهدف بتاعه. فانا فرحانه ان انت معايا النهارده، وان انت هتتكلم وما تسيبنيش انا اتكلم لوحدي. لا طبعا، انا سعيد جدا ان انا موجود معاكي، وبالمناسبه دي جايب لك يعني هديه بسيطه كده. الله الله. كانت سكار يعني. يا سلام. وانت عارف ان انا اهلاويه؟ اكيد. هتمضي لي عليها؟ اكتب لي بقى هنا الى احمد. الى احمد، ده حفيدي. الى احمد عشان لعيب كوره. ربنا يكرمك. انا بشكرك. اه يا كابتن، حلوه جدا التيشيرتيه دي، انا عايز واحده انا كمان. انا كبيره، انا عايز واحده يا كابتن. في كوره؟ يعني الكوره بقى دي انا هلعب بيها دي. ادم هات. ايوه يا حبيبي، هات يا ادم. حلوه، تعالى بقى، تعالى هنا كده. ايوه، مفيش بوسه ولا اي حاجه. حلوه جدا الكوره دي. الله الله. شوف بقى ادم، طب واحده كده عشان نعرف نتكلم. يا عيني يا عيني يا عيني، سقفوا لهم بقى ادم وعمر. ايوه ايوه ايوه،
حساسين قوي يا ماما ادم وعمر قوي عاجبينك؟ عاجبينك شوف الادب حساسين قوي قوي شوف الجمال ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر يعني مش دو 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 عاوز كل حاجه لا 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 جمال جدا والكوره حلوه قوي كل ما يجي لنا ايوه الكوره خلي بالك هو هيديها لي بس من غير بص كل ما يجي لنا ضيف لازم عايز يشتغل شغلته احكي لي على شغلتك وازاي انت اخترت طريقك وازاي غيرته طبعا انا بدات وانا صغير في الاسماعيلي وانا يعني قد عمر كده قد عمر كنت بدات في الاسماعيلي لغايه لما طلعت لل يعني وصلت لغايه الناشئين ومراحل بقى منتخبات ناشئين منتخب اولمبي لغايه لما لعبت في الدرجه الاولى في الاسماعيلي بس لغايه لما جيت بقى قررت ان انا يعني لغايه لما قررت ان انا هاجي النادي الاهلي كان يعني خلاص بقى كنت بدات سني يعني انت كنت في الاسماعيلي كنت اهلاوي بتحب الاهلي او بتشجع الاهلي لا انا كنت اسماعيلاوي وانا صغير طالع اسماعيلاوي انا والدي اللي كان اهلاوي بس انا ومامتي واخواتي كنا اسماعيلاويه بس كنت بلعب في الاسماعيلي طلعت من الناشئين الاسماعيلي وكملت بس فتره بقى كده يعني كنت بلعب ومبسوط لغايه لما بدات يعني اكبر واستوعب ان لازم يبقى يعني الكوره مش الواحد ما بيلعبهاش طول عمره يعني الكوره فتره معينه فلازم الواحد ينهي الكوره بحاجه ليه فيها تاريخ يعني يعمل بطولات بس فانا ساعتها يعني فكرت ان انا لازم يعني فكرت بقى تعالى نقعد سوا كده نتكلم ازاي انت فكرت تختار تسيب الطريق ده وتروح طريق تاني خدت وقت منك قد ايه سالت ناس كنت متجوز ولا متجوز بص ده بقول لك كان متجوز صح خالد مالك انت من الحكايه دي كان متجوز لا عمر ادم مع بقلص عايزه بس يديني بوسه وعامل شعره ملولو كده ازاي ملولو وكده شعره اهو شعره هيبوظ لنا عامل شعرك ازاي كده هو شعره حلو ضارب جل او حاجه لا مش ضارب جل بص طبيعي ضارب جل بوسه هات بوسه بقى وقفش عليا ليه كده انت قافش عليا ليه بس تعالى لي هنا تعالى هات بوسه انا عايزه طب هات سندوتش اي حاجه بطل يا بقلص بطل يا بقلص وبعدين ازاي انت ركزت عشان تسيب الطريق ده اللي انت ماشي فيه وتروح طريق تاني تعالى يا عمر اخد منك وقت قد ايه سنين يعني مثلا انا بدات يعني قبل ما امشي من الاسماعيلي بسنتين بقى وكانت الاوضاع بقت صعبه وحسيت ان انا يعني مش هقدر يعني الطريق ده خلاص يعني طموحي يعني وانت انهيته كما يجب يعني يعني حاولت ان انا يعني ان انا اعمل حاجه ويبقى ليا اعمل بطوله او اعمل حاجه تبقى في لا في الاسماعيلي لا ما قدرتش احقق الكلام ده فحسيت ان يعني الموضوع مش هيساعدني المناخ مش هيساعد بس فبدات بقى مشيت زعلان يعني مشيت زعلان من الاسماعيلي والله يعني لا يعني مش طبعا اي واحد بيبقى بيعيش فتره في حته بالذات ان هو يعني ان انا طالع من الناشئين الاسماعيلي طبعا بيبقى بيتاثر ان هو بس يعني الموضوع طبعا الكوره خلاص بدات استوعب كبرت بدات استوعب ان هو موضوع احتراف وكل واحد برضو بيبقى ليه هدف وعايز يحققه وبعدين عمر قال ان هو كان موجود كان كنت متجوز انا مضيت في الاهلي وكان بس هو كان بيبي بيقول لك كنت بيبي يعني انا مضيت بس سمعته وعرفته وكل حاجه يا استنى يا انا مضيت في الاهلي وكان ادم لسه كان يوم ولاده ادم صحيح ده وش الخير بقى ده وش الخير وبعدين بس ف كان صعب في الاول كان طريق ممهد لا هاي واي زي ما بقول لا كان صعب شويه كان صعب كان يعني
كان طبعا صعب في الاسماعيلي طبعا تقل الاهلي الموضوع بيبقى صعب شويه. وانا كان خلاص يعني كنت قررت وحددت ان انا دخلت الاهلي. جيت بقى انتقلت الاهلي ابتديت. اول جول بقى حسيت بطلت ايه؟ اقرص بيقرصك؟ بيقرصك؟ بطل يا بقل المطلوب. لا انا ما بلعبش في الضيوف اهو. يلعب في الضيوف؟ ما بلعبش اهو خالص اهو. طيب ما تخافش يا حبيبي ده هو جميل ما بيقعدش. ايوه خالص انا بس عايز اسال سؤال للكابتن بس. يعني عايز اقول له بس ايه يعني ايه نعمل دويتو انا وهو وهو بس يلعب لي السروق وانا بالظبوطه اضربها في المقص. ايوه سجق لا متشكرين سجق مين سجق مين اضربها في المقص في المقص في المقص يا عمر يعني كده وانت تلعب معانا كده حاجه جميله جدا جدا. ده بقولوا ده بيخش علينا الاستوديو غصب عننا لازم نطلعه. جميل. او بص يا كابتن يعني هو نفسه يغني فهو بيدور على اي ضيف يغني معاه. هتعرف تغني معاه؟ اسمعه بقى لو غنيت هطفش. والنبي تساعد الله يخليك. ممكن عمر يغني معاه. عمر غني معاه. صلاه الزن على عزيزه يا صلاه. ده جايب لنا اغنيه. ايه الاغنيه اللي استنى يا بقلز استنى يا حبيبي انت حافظ اغنيه ايه؟ مفيش اي اغنيه حافظها وانا وبقلز نغني معاك وبابي كمان يغني معانا. حافظ اغنيه ايه؟ حافظ يا عم قول له اغنيه بالانجليزي. ايوه حافظ كل اللغات. ده يعرف ده يعرف ادم ادم يعرف. تعرف يا ادم؟ ادم اديني حته اغنيه صغننه كده. ادم انجلش انجلش المدرسه حاجه انجلش تركي كده جميله. انجلش تركي ايوه مش عارف. انا لو غنيت الاغاني دي هكون هتجيب جون. مش صغير للاغاني دي. لا انت مش كبر. انت مش صغير كبرت على الاغاني دي. معلش عشان خاطري نصغر شويه. انا عايزه اصغر شويه. قول لنا اي حاجه. ايوه ايوه دي 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 هات الموبايل بتاعك. يلا غني ماما زمانها جايه. طيب انت زيرو عارفها ماما زمانها جايه جايه بعد شويه. يلا يا عبد الله جايبه يا ابوي فراخ وفراخ. مش معقول. وبعدين شكلك جعان قوي جدا. برافو عليك يا سندوتش. هو على طول كده عايز سندوتش اي حاجه. الجون بقى الاولاني انت الموبايل بتاعك فاكره؟ كان اللي جابه للاهلي. اول جول كنا بنلعب الاتحاد اسكندري بس في اسكندريه برج العرب. كان ده اول جول ليا بس. فطبعا بيبقى كان شكله ايه الجون؟ طعمه ايه وجايبه منين؟ كان شوطه كده من بره ال 18 كان صلحها لي عماد متعب. وانا كنت معاه بس كان الجول الاول في الماتش. الحمد لله كان ماتش يعني كنت عامل ماتش كويس. معايا كابتن خدني انا اقف جون بدل كابتن شريف اكرامي عشان هو عمال بياكل زبادي في الاعلان وانا ما باكلش انا حاجه. عروس انت عايز تقف جون وانا صفيك. ايوه انت شايف فيا عمر. الولاد في المدرسه بتروح لهم؟ بتروح لهم. الولاد عارفينك؟ زمايل عمر. زمايل عمر. ادم لا لسه. ادم لسه. ادم اصحابك عارفين بابي؟ لسه صغيرين. كابتن قول له كده. لا ما يعرفوش. وانت بقى؟ مره ايوه احكي لي. كنت في المدرسه بابي كان جاي ياخدني. ما كنت مستغرب بقى. انت اللي مستغرب ولا هم؟ انا اللي كنت مستغرب. كنت مستغرب جالك فجأة. لقيت ناس كلها واقفين على البوابة. وبعدين بيصوروا معايا. وبعدين لقيت بوابة. يا حبيبي لا الناس كلها واقفين على البوابة فطلع لقى بابايا. وبعدين كنت فرحان؟ كنت كده حاسس ان انت فخور بيه؟ وبعدين قلت لهم اوعوا ده باباي انا لوحدي. ايوه كان بيتفشخر كده حلو. كان بيتفشخر يعني كده. وبعدين كنا رايحين نخرج مع صحابي. وتلموا بقى عشان يتصوروا معاه. عمر لما بيبقى ممكن انا ابقى في ماتش فعمر يبقى مع مامته مثلا في النادي خارج ولا حاجه يبقى بيتفرج على الماتش بتاعي شغال. فيقعد اي حد حواليه ولاد بيلعب معاهم
يقول لهم على فكره ده بابايا. يا حبيبي. اول مره انا خرجت مع حفيدي كلنا خرجنا عشان نتغدى فصغنون كده قاعد مبسوط قوي وبعدين لقى الدنيا هاديه ومفيش حاجه فجاء الجرسون قال له انت عارف دي تطلع مين؟ دي ناجو ابراهيم. يعني يعني هو فخور دايما الاطفال الصغيرين بيبقوا بتقول لهم ده اللي بيلعب ده ده بابايا صح؟ يعني انت عايز تطلع لعيب كوره؟ بالظبط. انا بلعب كره في الاهلي. فين بقى؟ في انهي مركز؟ احكي لي، في انهي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ في الدفاع ولا في الهجوم ولا في خط وسط. خط وسط ده اللي هو اللي بيلعب زي بابي صح كده؟ اه. هو بيبتدي يلعب من دلوقتي؟ تشجعه على كده؟ يعني اخترت له الطريق ده؟ مش اخترت، لا هو عمر حابب يعني يروح يلعب. انت شايف ايه؟ هو حابب يروح بس هي لسه ما بيبانش دلوقتي. ما بيبانش لسه، مش دلوقتي. بيبان. لا يعني هو بيلعب بيتعلم يعني قصدي، بس ما يبانش الموهبه بتاعته لسه. عمر 7 سنين دلوقتي فلسه لسه يعني. بس هو يعني هو حابب يروح، حابب يعني يروح. بيسال على التدريب انا عايز اروح، لو مش مثلا مش هينفع يروح يقول انا كنت عايز اروح كده. بص بينطق الكوره حلو جدا اهو. نطق لنا الكوره. نطق كده يا عمر، نطق. نطق يا عمر الكوره. ايوه. يلا وريني. ايوه يا سلام. كمان كمان. لا لا عندي بابي. اديها لبابي بقى يورينا. عنده الحس بقى. اديها له. ايوه بقى ممكن. تعالى بقى عشان نسقفه. تعالى هنا يا عمر عشان بابي هينطقها. نطقها يا عبد الله. نطقها يا كابتن. ايوه بقى يا عيني. ده الشغل. ايوه. وانت مش عايز تعمل حاجه؟ بتعرف؟ لا مش مصدقه. بيعرف. بتعرف صحيح؟ خد يا حبيبي. طب انا عالي على فكره. اعملها عالي اعملها. اه بس خلي بالك من النجف. بص اقول لك حاجه عشان دي. اه لا لا دي لا. اه لا ده يا ورينا بس براحه بس براحه براحه. يلا حلوه حلوه ثاني حلوه حلوه اللقطه دي حلوه دي دي حلوه دي جامده جدا دي كويسه. عمر يعني بدا يستوعب يتفرج يشوف يقلد ان هو هو متهيألي الطريق يقول لك فين طريقك فين. اه خلاص عارفه. خلاص يا عم اتفرجنا. انت عندك في دماغك طريق اللعب بعد الطريق الثاني. ما هو انت كوره، هل حاجه ثانيه بعيد عن الكوره خالص؟ مشروع مثلا مش عارفه ولا حتى تدريب ولا محلل؟ هو انا لسه ما حدش. بس انا يعني مايل اكتر للتدريب. ممكن تدريب. اه طب يا ريت لو تدربني. ممكن انا ما حددتش طبعا. يا وكل حاجه ليها. يقول لك يا ريت لو تدربني. تدربني ده انا جامد جدا. خلاص يا بقى بالزعبوط. وايه ايه زعلني قوي. طب بقول لك يا كابتن لو سمحت حضرتك ماما انا عايز بس اسال. لا ما ترميش عليك كوره يا كابتن. ده بابا حاجه ثانيه. كابتن عبد الله بس اسالك لو سمحت. اسال. انا عايزك في خدمه انسانيه. اتفضل. يعني كنت عايز حضرتك بس ايه هتتعاقد في النادي بتاعي الدورة الرمضانية. هو نادي اسمه الزيوت المستخلصة. نادي جامد جدا. اه يعني حيث لا بس جامد قوي. اه ان شاء الله يبقى تعالى. ايوه ممكن نرفع بمعنويات النادي يا كابتن. كابتن عبد الله الطريق اللي بعد كده هو التدريب. لا يعني لكن ما فيش في دماغك اداره. ممكن انا بقول ممكن يعني هو مالها الإدارة؟ انا حاسه لا مش اتجاهي يعني. ناس كتيره تبقى نفسها في الاداره. مش عارف مش اتجاهي. ماليش. لكن هو التدريب ممكن يعني بعد كده ممكن. اه ميل يعني حابب ممكن اكلمك على مراتك شويه. اتفضل. العيله. اتفضل. هي بتشجع الاهلي ولا هي جايبها من الاسماعيلي؟ لا يا مش مالهاش في الكوره. مالهاش في الكوره. بتشجعك؟ طيب اه بتشجعني طبعا بس بس إيه؟ ما يعني مش اسمها ايه؟ مرتبة نسرين. نسرين يا نسرين. ايوه. بتشجعي طبعا كابتن عبد الله.
مبروك على البيبي الجديد. والله انا فرحانه جدا ان انا قابلتك ومبسوطه اكتر واكتر ان انت اتكلمت. ومبسوطه جدا وفرحانه عشان ان هو جه برنامجي في بيت العيال. انت عارف البرنامج ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يا عمر بيت العيلة. بيت العيلة. بيت العيلة. فاحنا دلوقتي قاعدين مع بعض في بيت العيلة. الجو حلو قوي. بندردش علشان نشوف الطريق بتاع بابي اللي اشتغل واللي مشي فيه كويس قوي وحقق فيه نجاح. انا عايزاكم بقى انتوا كمان تختاروا طريق حلو محترم تحققوا فيه نجاح. صح؟ عايز تطلع ايه لما تكبر غير انك تبقى لعيب كورة؟ بتدرس؟ هتدرس ايه؟ تخش كلية ايه؟ انا حابب لما اكبر اكون في مدرسه اخليهم كده في حاجه كده اسمها بي اي كده اخليهم يلعبوا كوره واعلمهم كوره برضه كوره. لا هتخش كليه ايه؟ تخش هندسه طب؟ مش هتاخدها مش هتاخدها الكوره خلاص اقوم اقف عليها سيبها. هتخش كليه ايه؟ طب انت يا ادم هتخش كليه؟ ادخل كليه السواقه جميله قوي. كليه سواقه ايه؟ اه ده جميله جدا. ايوه كليه باسكت بول. ولدك خلاص يا لهوي. معانا بعرفكم على كابتن ادم وكابتن عمر وكابتن بقلص. كابتن بقلص. وعرفكم طبعا انا اتشرفت بوجود كابتن عبد الله السعيد معايا النهارده. شرف ليا. اللي هو ظهوره نادر جدا. لا هنسميك نادر بعد كده والله كده برضو. فرحانه بيك واحب اقول لك تشرفنا. شرف ليا. تشرفنا يا نيس. شرفنا. شكرا.